يلا يا اخوي متشلق. طيب يا اخوي سلق دقة. سلق مين؟ خلينا مع بعضنا يا اخوي نمشي مع بعض. طيب يلا 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 بس انت سبقني يا اخوي، مفروض انا سبق عشان كنت اهدر لدرايك. يمشي يا ولد تركز اشتي. يلا يلا خلينا نقامس. يلا عارف ايش اسوي، نزل لك الحبل. شاطر يا بعيد. وش اللعبة وش البمبات هذي؟ بس كلها شت حبل سوي. بس كده ولد خليني اركز. هوب. طب ليش ما نجي قبلك يا ولد؟ اركض اول شيء اخوك الكبير، اول شيء اتفحص المنطقة. طيب هذه ضريبة الأخ الأصغر. أبا أبا تراك أزعج أنا بهبة دي حقتك. وانت تقول لي ها؟ يلا امشي امشي. دقيقة، في طير هنا بطلق. قصدك ذا؟ ايه انا جايز، المفروض يهمك. خلينا بس انا اطلق واقول له حاجة. حلق يا الطير، الطير غرد في كل مكان. متى غرد تويتر؟ اي تويتر، هذا الطير طير حط لي بلوك. طب اقول لك، انت شفت هذه البليه؟ خلك بها. وش اسوي؟ اوقف تاخذ معي السيلفي؟ لا لا تحرك زي الهيمستر. همستر همستر ايش؟ هذي وش سويه؟ لا خلينا احرك عشان ينزل جيسي. طب انا كيف اجيك يا اخوي؟ دقيقة، اول شي بطلع تروفيات ما عليك تتصرف. الخروف ذا ابغاه. وش تبي بالخروف المسكين؟ عساك بتحط على الجسر هو يلبس المخل بدنا طلع منه يطير هو الجسر. لا لا ما عليك ما عليك، اول شيء انت اطلع من هذه، خليه هو يصير زي حيوان الهامستر. هامستر ترك الجيت بالهامستر حقك يا ولد، هذه شفناها بالمدرسة. اي مدرسة هامستر؟ طيب انا بروح المدرسة. لا دقيقة دقيقة، في تروفيات قلت لك هنا المدرسة ما تصلح لك الحين، القصة صغير. ليه؟ ولا ليش عشان كنت كبير ولا صغير ولا قرار؟ ايه ما لك قرار، انا لقيتك تروح المسجد بيزود. وش الظلم هذا؟ يا ريت تتركت ايدي بظلمك وسوي اللي فيها دراما هنا. لا تطلع لا تطلع لا تطلع. بس انا الرجال اقول وش تسوي الاتجاه؟ لا تكلم، انا عارف وين اروح. طيب دقيقة. طيب بس الحين نتجمع الجوايز عشان اعلم الناس وش تسوي باللعبة دي. يعني يبي اطلع جوايز اطلع حلا. خدمة مجتمعية يعني؟ ايه خدمة. فيها فلوس؟ لا لا ما فيها بلاش. ليه؟ متعب ويا، خلينا نستمتع. اوه تروف بلاك شيب ما شاء الله عليك، تعرف في اللغات يلا. ايه تعرف انجليزي من مسلسلات بي سي في ام بي سي 3. يلا نحط الارنب خليه اسود، صار عندنا الارنب الاسود طلعت جايزة. طيب طيب يلا. شفت كيف تعلمت انت بصراحة؟ ما تحتاج مدرسة. ليه؟ ابغى اتعلم القراءة والكتب، المفروض اللي بسيني بالروضة الحين. يا رجال الدراسة ما فوت اللي ابغى فوت عشان ادخل الجامعة ويعطوني بكفات سنوات او شهرين. هيك هذا كيف؟ ايه اذا انزل من تحت نسيت. ضيعت انا بجامعتك صار مالك جامع. فلوس يا ريت، المفروض نفكر بالفلوس. الفلوس هي كل حياتي. اي والله كل حياتك. شوف 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 المنظر ذا، شوف الكلب ذاك الغبي اللي بس يطارد الخيال، طارد ظله. والله انه كلب غبي،
دقيقة، انت اسمع الصوت ده، وش يريد الصوت ده؟ هذا كان واحد يبكي. ايش يبكي؟ اي والله كان واحد يبكي. شوف، اعوذ بالله، خول خول يبكي. تسمع، كنت اسخل ويبكي زي الاطفال. وش خلى الاطفال بشيء يا ولد؟ ده خطير يعني، يمكن يبي يضحك علينا ولا شيء. كيف حالكم يا شباب؟ شلونك يا شباب؟ زول يا شباب، يا زول. الفاز الفاز الفاز. تكفى تكفى تكفى، انا واخذ الخطوة. والله كيف حالكم اول شيء؟ لا لا ترد عليه. هلا هلا والله، كيف حولك؟ هل كذا كذا ترد عليه؟ ما ادري وش صابني يا اخوي. خليك يا ليت انت تعرف الشجرة ذي وين هي، عشان تعرف اذا ساعدت انا نساعدك. اي والله انا اعرف وين هي، من الجهة الثانية. بنت كهف، اختي اختي اللي تعرفها. يا اخوي لازم نساعد عشان اختي تعرف المكانة. والله ذي قلبها. شوف حط قدر، يمكن حط فيه اندومي. لا الغينة ما تاكل اندومي. ليه ما تاكل اندومي؟ اندومي وجبة سريعة التحضير يا اخوي. خلهم يمسي. طيب يا شباب، احنا نوديكم ورفقكم هنا. خلينا ارفعني وشي، ارفعني. يلا رحت يا اخوي، انا سيبتني، خليني ارفعني. خطير يا ولد، صاعق. ليه ما صاعق؟ قصدي ليه ما عبر عن شعوري؟ هذا احنا نطلع ولا كيف؟ استنى هالغول ده يا اخوي، مشي بطيء. معليش يا شباب، انا توني كيف اندومي وفي حركتي ثقيله والله، زويتها والله بالاندومي، اكلت سته. خليني ارفعك. يلا ارفعني ارفعني يلي، ارفعني ارفعني يلي، خليني ارفعك. طيب يلا خلينا نمشي يا اخوي. شفت قلت لك بالقدر ريحه الدوم اللي شميته. قلت انت جيعان؟ اي والله جيعان، بس اديت الدوم. نمشي، مش الحين راح ناكل لنا حاجه ولا. طيب يا اخوي يلا مشينا 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 من هيا، نستنى الغول الكريم. ايها البشع، تعال اصبح لنا جسرا هون. يا ولد سيبك تكلم معه. ما عليك يا شبو، ما عليك، هذا شيء طبيعي. انا عارف انكم تقرفين من الفطره اللي على ظهري، بس يا الله هذه خلقتها الله. يلا يا شباب، اصير لكم درع يحميكم في مغامراتكم القادمه. زي هرج زيك، غثيث زيك يا لا، انا ماني غثيث، انا كيوت، انا كيوت والملك الواجب. ايش تقول الحين؟ ماذا؟ اتحلطم يا اخوي، ما حق لي اني اتحلطم. عساك لا تقول هوبا، انا كل هوبا دايم، وانت تقول هوبا. هوبا انت تقلدني، ما تاي مفروض منك تكفز، ما تقول شيء. طيب شو نسوي الحين؟ استنوا. ليه ما حنا نكفز؟ بعيدة يا ليت، خليه يصير لنا جسر مرة ثانية. جسر ولا ما جسر؟ طيب وش قد هذا جسر مرتين؟ لا الجسر الأول ولا لا الجسر الثاني، في همزة مربوطة. الله، لازم ندخلك لما نسوي الله من جد. انت اثرت بال هذي. دقيقة، يلا يلا يا ليت، يلا يلا مشينا مشينا، وصلنا احباب. وش نسوي؟ ونستنى. ايها الكريم، ما عليكم يا شباب، بس ممكن تقوم من دوم من دوم اثرت علي. ارفعنا يلا يلا، رمينا. دقيقة يا الكريم، ارفيه ارميني زيه. مسكتها قبلك اخوي، بدر تمسكها يا انا قفز الكريم.
ليه؟ شفت يا ولد؟ شفت هياطك اخر شيء؟ انك طحت لانك تتريق علي. هذه نهاية انك تتريق على اخوك الكبير. ابا معليش يا اخوي، سامحني يا اخوي. خلاص مسامحك، بس يلا يلا. انا دائما اسامحك مع انك انت يلد، بس جاعل علي. انا هذه دائما الاخ الاكبر يسامح اخوه الاصغر على اتفه الامور. كلبك كبير يا اخوي. يلا امشي امشي. ايها الكريم تعال الينا ونروح الحين. يا ولد ابوي حرف دقيقة. ها قربنا. ليش يا شباب؟ ايه والله قربنا. هل انا ننزل بالنية؟ طيب كيف ننزل؟ دقيقة يمسك الاثنين. يلا قفز بنا. طحنا في البحر يا اخوي. معليش يا شباب انا كنت اقفز فيكم كيف الرمية الملتهبة. طيب ودنا هنوك. طيب لا والله ما اقدر انا بتسلق مني انت تسبحوا مني. ليه؟ ترى هذا هو الغبي يغم بوزاني كاملة الجميلة. ايش نسوي؟ دقيقة قرب مني يا اخوي. الوقت يمضي الوقت يمضي وانا امضي. الوقت يمضي الوقت يمضي. وهذا ده يا اخي لا تغني على راسي. خليني نقول اي حاجة وسجري. ترى صوتك غثيث. ليه؟ عشان اقول الحقيقة. الحقيقة طايم دابا امور يا اخوي. ايه حقيقة بس تخربط على راسي. يلا مع السلامة يا الكري. يمدينا حش فيها الحين؟ يا رجال انت تحش قدامها خلي علينا تحش من ورا. ليه؟ هذا مو حش، هذا نقول الحقيقة. الحقيقة زي ما قلت لك دايما تجعل انسان. طيب انت الحين جاوب نفسك على نفسك. ما دام انها تجرح لا تقولها. ليه؟ خليني حرية التعبير. والله انا ما فهمتك. انت تقول مرة حرية التعبير مرة الحقيقة تجرح. انت ما شاء الله عليك ما خليت شيء والله بالفلفسة. ليه هذه الفلفسة؟ اجل انا راح انجح بامتيان. لا لا ما راح. ايش بك راح تدرس بعد؟ ليه؟ ما تبغى نتعلم؟ ابى اتعلم لو اروح الصين الشعبية. امشي امشي بس امشي. انت من كثر ما تقعد على التلفزيون علمك اشياء واجد. اي والله التلفزيون ما خلى شيء. صح يمشي مني يا اخوي نسينا. وش اقول لك؟ اكلت الدومي زي ذاك. بايخه بايخه ما بضحك. لا كنا كنت امزح فيه. انا يمكن لو كبرت اصير فنان كومي ولا زي بدر صالح بيشيلي. وش ذا؟ متابع يوتيوب؟ هذا قديم يا ولد واعتزليني. طيب طلع في ام بي سي اف ام يقول الليله ما بدر صالح. يا ولدي يا ولدي انت ايش شفت؟ هذا بتابع قنوات اطفال انت. يا انا احب اشكل من كل بحر من كل قطرة بو قطر. ايش تقول انت؟ كاتب لازم الواحد يعدل هذا. امي جيلي عصاية بس ما هو خل عني. طيب وقت التسجيل ازف. دقيقة يلا خلوا دقيقة دقيقة دقيقة